السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الاخت صبري الناهض المرحوم. نزحت، كنا ساكنين في الزيتون، نزحنا من الزيتون وجينا مع رفح، ومن رفح برضه نزحنا وجينا على الصراط. يعني انا جوزي استشهد في هذا الحرب 27/1/2024، ومع أسرة متكونة من أنا معهم 8 أفراد، وأنا مش جد قادر أجيب لأولادي أدنى مقومات الحياة. يعني لو ملح بشكل بقدرش أجيب لهم. بنتي عيت قاعدة 2 أسبوع، ما حدا رحت للمستشفى أقول لهم بنتي عيانة ادوني ورقة إعفاء، لو ما أولادي الحلال وكفولي ما رضيوش تعوني المستشفى، قالوا لي فيش عنا إعفاء الله يسهل عليك. بفكروني شحات ولا بفكروني اشي. انا والله عمره ما كانت حياتي هيك، بس لو ما الجوز استشهد والعيش المأساة، وانا اولادي بلموا من تحت البسطات خضرة ضاربة، اولادي عيوا، انا مش قادرة اجيب لهم ادنى مقومات الحياة. يعني بدهم اواعي، بدهم اكل، بدهم شرب، انا بنام بدموع عينيا، بنام بدموع عينيا كل يوم، بقول يا رب. الناس بتنام وبتشبع نوم، انا بقول انا بضل صحي طول الليل بدعي لربي، بقول يا رب ارزقني برزق اولادي الايتام، يا رب فائم ووجدت اما وجدت يتيما فآوى، يا رب اويهم يا رب واعطيهم يا رب. اولادي ما هم الذنب في هالدنيا ولا لهم دخل في الحرب، اولادي قطاطين لحم. هاي بنتي هادي قاعده 2 أسبوع عيانه، انا والله 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 ما قدرت اجيب لها العلاج، وانا يعني من وين؟ انا ارمله ما فيش إله ولا أخو ولا حدا بصرف علي إلا وجه رب العالمين. هاي بنتي تلقي لي نايلون، مش قادرة أشتري خشب يشهد ربي عليها، نايلون كراتين بتضلها تدور، الناس يتمسخروا عليها. أنا بطلب من أخواتنا إنهم يساعدوني وينظروا إلي بنظرة الرحمة. أنا ماليش ذنب في هالدنيا، اللي أنا مخلوقة من زي ماليش ذنب، ولا إني بالتنظيمات ولا إني إشي. أنا مرة غلبانة إجت الحرب علي وضرتني، والحمد لله أنا راضية بقسمة ربنا، والله كاتب لي لعله خير يا رب. أنا بطلب منكم إنكم تساعدوني، طلع أولادي هدول مين يصرفوا عليهم؟ ولا لهم أبو ولا لهم عم ولا لهم حدا إلا أنا إلا رب العالمين ثم أنا. طب انا من وين؟ بنتي بتقول لي يما نفسي بالفواكه، من وين اجيب له؟ هذا بيطلب مني من وين اجيب له؟ بنام بدموع عينيا يشهد ربي علي كل يوم، بنام بدموع عينيا وبصلي وبقول يا رب ارزقني برزق هالايتام يا رب العالمين. يعني لو تشوف هذه البنت بتقول لي يما والله بخجل يما للخضره، والله يما بخجل، بندوره معفنه، والله بقعد اكشط فيها عشان اعملهم نتفه بندور، وبشحت من الجيران من الخيم نتفة سيرج نتفة ملح. يعني أدنى مقومات الحياة أنا مش قادرة أجيب لأولادي، إيه ذنبهم هذول الأطفال؟ أنا بطلب من الإخوة اللي بيعرفوا ربنا، اللي إني بنشدهم إنهم يساعدوني ويقفوا معايا، والله ما إلي لهالأيتام الأطفال. هذه البنت الذنب، هذا الطفل انا ما اعيش اجيب لها، لو طلبت باكيت عصير تتعشم. انا هذه البنت لو بدها بلوزه اقسم بالله بغسلها وبلبسها اياها ميه، اقسم بالله اقسم بالله ما معي اجيب لو فلقه صابونه ما عيش، بغسل بجلي في الرمل، والله في الرمل بجلي، والله العظيم في الرمل، الله بس شاهد علي. بقول ما بقول مش مشكله، صبر على حالي ولا صبر الناس علي. يعني من وين اللي زي أرملة؟ من وين؟ ولا حدا بدق لي باب، ولا أخ ولا أبو ولا حدا، إلا سترك يا رب علي، والله شاهد علي إيش بقول في كل كلمة، ولا حدا داري فيا وعالم فيا إلا رب العالمين.